تحت الضغط. هلا هتروح تسمع أغنية وترجع لنا تاني. عبد الرحمن تعالى مكاني. عبد الرحمن كم سؤال؟ 10 في كم ثانية؟ 45. اتفقنا. عايزين نطمن على هالة. هالة تمام؟ هالة نايمة؟ كويس جدا. تحت الضغط كاونتر. في أي بحر يصب نهر كورا؟ متوسط. غلط. في أي معركة هزم أنطونيو كليوباترا عام 31 قبل الميلاد؟ ما هو الشهر الميلادي الذي يطلق عليه شهر المرأة؟ مارس. صح. من هي الفنانة الراحلة التي قامت بدور شريفة في فيلم الاختيار؟ بص. ما هو حاصل ضرب 20 في 13؟ 62. صح. سؤال الحائر هو كتاب لمفكر مصري راحل، فمن هو؟ هيكل. غلط. كم عدد ألوان علم دولة جامايكا؟ 3. صح. تحدث متلازمة كوشنج نتيجة زيادة أحد هرمونات الغدة القزرية، فما هو؟ دوبامين. غلط. فنانة لبنانية صاحبة أغنية سوف نبقى، فمن هي؟ فيروز. غلط. في ثلاث إجابات متسع. كان ممكن يا عبد الرحمن تعمل أحسن من كده. سليم، عايزين هالة تنضم لينا. هالة حسني، وهنشوف هتعمل إيه. فريق أليكس عمال يدعي. اتفضلي يا هالة. عايز تعرفي عبد الرحمن عمل إيه؟ طيب. ولا كم سؤال. ولا كم سؤال، مش عايز تعرف حاجة خالص. خالص. حاضر. تحت الضغط كاونتر. في أي بحر يصب نهر كورا؟ البحر الأسود. غلط. في أي معركة هزم أنطونيو كليوباترا عام 31 قبل الميلاد؟ بص. ما هو الشهر الميلادي الذي يطلق عليه شهر المرأة؟ يونيو. غلط. من هي الفنانة الراحلة التي قامت بدور شريفة في فيلم الاختيار؟ نادية الجندي. غلط. ما هو حاصل ضرب 20 في 13؟ 260. صح. سؤال الحائر هو كتاب لمفكر مصري راحل، فمن هو؟ زكي نجيب محمود. غلط. كم عدد ألوان علم دولة جامايكا؟ 3. صح. تحدث متلازمة كوشنج نتيجة زيادة أحد هرمونات الغدة القزرية، فما هو؟ الألدوستيرون. غلط. فنانة لبنانية صاحبة أغنية سوف نبقى. كان باين عليك التوتر يا هالة. كم إجابة صح؟ 2. إجابتين من 9، وعبد الرحمن 3 من 9. تعالوا نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. نهر كورا بيصب في بحر قزوين. في أي معركة هزم أنطونيو كليوباترا؟ أكتيوم البحرية. أكتيوم البحرية، بالظبط كده يا هالة. الفنانة الراحلة اللي قامت بدور شريفة في فيلم الاختيار سعاد حسني. سؤال الحائر لمصطفى محمود. سؤال الثامن، متلازمة كوشنج نتيجة زيادة أحد هرمونات الكورتيزول. يا نهار أبيض يا هالة، أدي سؤالين هم. فنانة لبنانية صاحبة أغنية سوف نبقى. ماجدة الرومي. ماجدة الرومي، تالت سؤال يا هالة. هارد لك هارد لك هارد لك يا هالة. ولكن ما ننساش إن هالة أعلى سكور لبنت في البطولة لحد دلوقتي. عشان كده ما تزعليش، بالعكس احنا عارفين مستواك كويس جدا، ولكن في ماتش صعب زي ده في الظروف دي اكيد اكيد الضغط بيبقى صعب عليكي، ولكن اديكي بتجاوبي الاسئله وانت واقفه جنبي. كلنا نحيي هالة عبد الرحمن. عبد الرحمن وهالة، اتفضل. النتيجه اتغيرت، وفريق تايجرز كنتوا كام؟ كنا 60. 60 وثلاث اجابات صح. 16 و10 و10 نقط بقيته 85. 85. أليكس كنتوا 90. 90 وإجابتين صح. 100. بقيته 100. ضربات الجزاء هتفرق معاكوا جامد جدا، وطبعا تايجرز ضربات الجزاء معناها تتقدم. ودلوقتي